تانية بقى خلينا نتكلم عن النتيجة وكده. بيصعد خلاص الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا اللاتينية، هيكون يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله في الدور نصف النهائي لمونديال بقى الأندية. وبالمناسبة كمان عايزة أقول يعني لحضراتكم كده، سجل الأهلي رقم قياسي خلاص باسمه في بطولة كأس العالم للأندية بعد ما أصبح هنا أكثر فريق بيخوض مباريات في البطولة. دي حقيقة، انفرد الأهلي برقم قياسي في البطولة، كان بيتساوى بيه قبل كده مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي كأكثر ناد في العالم خوضا للمباريات في مونديال الأندية. تجاوز بقى الأهلي الكلام ده وفريق أوكلاند سيتي اللي انسحب من المونديال، مونديال الأندية، بسبب طبعا جائحة كورونا كان عندهم مشاكل، وبعد كده أصبح يتساوى الفريقان في يعني عدد المباريات بمونديال الأندية برصيد كام؟ برصيد 15 مباراة، وكده أصبحت كمان يعني مباراة الأهلي أمام مونتيري هي المباراة رقم 16. كل التوفيق إن شاء الله، وتاني هرجع أقولها إحنا واثقين جدا جدا فيكم، يعني ده مش هيختلف أبدا. هو ده.